تعالوا نعمل المكريل. المكريل من الحاجات المفيدة جدا جدا جدا، وطعمها حلو قوي قوي. عندنا هنا سمك مكريل متنظف، وعندي فلفل رومي وطماطم وجزر وبصل وثوم، كمون وملح، بابريكا وثوم باودر، وبهارات سمك وزيت. طبعا الزيت زيت ذرة او زيتون مش هتفرق، وكمان هحط عصرة ليمون الصراحة، وكمان بهارات السمك احنا عملناها مع بعض في الحلقات بتاعة تحضيرات رمضان، فاللي حابب انه يرجع لها يرجع لها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط هنا ثوم شرايح، جزر، هرص البصل في البايركس او الصينيه او ايا كان الحاجه اللي احنا هندخلها الفرن وقت الخبز يعني. هحط معاه الفلفل الرومي من تحت برضو، طبعا تقدروا تحطوا بصل وفلفل رومي تاني في التتبيله، وشكرا جدا يا هبه. وبهارات السمك اللي احنا جهزناها مع بعض قبل كده معاكم على الشاشه لو حابين انكم تجهزوها في البيت. هاجي هنا على الثوم والجزر، هحط معلقه عصير ليمون، معلقه زيت ذره او زيتون، هاخد جواهم كل التوابل، ملح، فلفل اسود، ثوم، كمون، بهارات سمك، بابريكا. تبل كل ده مع بعضه كويس قوي قوي. هحشي بيه السمك، كل سمكية بمعلقة صغيرة من الحشوة دي، وأحطها هنا. مش بحب ازود للاسماك بصفه عامه المكونات قوي، حتى لو استخدمنا حاجات كتير لكن تكون الكميه قليله علشان ما تضغاش على طعم السمك، خاصه لما يكون السمك حلو وطازه فنستمتع بطعمه زي ما هو. بعد ما نضفنا طبعا السمك كويس جدا جدا جدا، ده يعني شرط اساسي، وبعد ما طبعا السمك برضو كان طازة وده برضو شرط اساسي، ريحته حلوة بيلمع. اقوم واخدة شرايح من الطماطم، شرايح من الليمون، وهندخل الصينية بتاعتنا الفرن. رشة ملح ورشة فلفل على الوش كده. ونزق صينيتنا على الفرن لحد ما تستوي.